صباح الخير. اليوم 32 على الحجر، نهاري داخلي. أنا كتير مبسوطة، عملت شعري ولبست ثيابي وأخيراً رح أطلع من البيت وصلح لابتوبي. صار له أسبوعين خربان بس ما فيني أعمل شي لأنه كل شي مسكر. اليوم المحلات رح تفتح للساعة 3 الظهر. ايه بس انا مو لازم نمشي، مو لازم نتيا ولا لازم نحلو ولا لازم نعطر، مو لازم نمشي. لهيك رح انزل صلح اللابتوب وارجع فورا على البيت. ايه جاي عبالي انزل اتمشى بعدين روح على السوق وشوف رفقاتي وشوف العالم، بس لحتى نحمي بعض لازم نضل بعاد عن بعض، حتى اذا اضطرينا ننزل لازم نترك بين بعض مسافة امنة. خلص انا رح اقضي اغراضي وارجع فورا على البيت. اصلا انا بخاف على حالي وهن ما فكوا الحجر، هنن بس عطيوا فرصة للعالم لحتى ترجع على شغلة مشان تقدر تعيش. عن جد مشان تقدر تعيش. الناس عم تطلع روحها لحتى تجيب ربطة خبز. يلا فترة وبتمر. صح، قبل ما انزل رح دق على جارنا الختيار ابو سامر واساله اذا بده يجيب له شيء معي انا وراجعه.